طيب استاذ بهاء، شنو هدفك من ترشيحك للانتخابات؟ بصراحه انا هدفي الترشيح للانتخابات اكيد خدمه البلد وخدمه المواطن البغدادي بصوره عامه والشعب العراقي. كذلك انا بصراحه ضمن البرنامج الانتخابي وضعت عدد من النقاط اللي هي تقريبا 5 نقاط مختصر، يعني اذكر نقطه نقطتين. انا كمرشح عن ائتلاف دولة القانون في بغداد واسكن مدينه الصدر، يعني اوعد الجمهور والناخب العراقي والناخب البغدادي بتلبيه جميع مطالبهم من الخدمات وبالخصوص الجانب الخدمي والتربيه والتعليم وكذلك الجانب الصحي. كذلك اهتم بموضوع مهم جدا عندي وانا متبنى هذا الموضوع وتوجيه من زعيم ائتلاف دولة القانون، اللي هو موضوع العوائل ضحايا النظام البائد النظام السابق اللي هم السجناء والشهداء وخصوصا اصحاب البطاقة الحمراء. احنا في كتلة دولة القانون تبنينا موضوع البطاقة الحمراء، وان شاء الله يعني ككتلة دولة القانون في مجلس النواب واحنا ان شاء الله في محافظة بغداد راح ننصفهم، وان شاء الله عن قادم الايام القليلة المقبلة ان شاء الله اكو قراءة اولى للفقرة الخاصة بالبطاقة الحمراء من اجل انصافهم والتصويت على الفقرة من اجل نيل حقوقهم ان شاء الله.